لك يا زهران هالصد دعم سعيد ارحب يا قطر ارحب دوبي اول جوله والله العظيم اول جوله يا ولا تسوي ارحب يا قطر بتخوفني يعني كيف حالك كيف اصبحتي كيف حالك طيب والله بخير في زحام من غطي الاغاني بالله غطيها غطوا يا اخي غطوا بك انت ان شاء الله سعيد سعيد يا الدما الدما دما شفتك شفت سفرتك شفتك كنت رايق والله كو على الواحد لما يعني ما نفسه ما تغير عليك وجه الله في احد يروح دبي يروح هذه الاماكن عليك وجه الله صدق يا سعيد ما يعني ما 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 عجبتك الصور وكذا يعني ما بجرحك يا سعيد جرحي عميق لا لا صدق صدق سعيد يعني ما نروح دبي احنا بس ما نروح الاماكن هذه شو تاك السوق الصيني تروح تمر علي شوية ادور لينك اللي قلت لي راح يومك راح يومك في السوق الصيني هفلحت ادور لي حاجات هناك يا امي ها اوكي انت رايح عشان تروح السوق الصيني اصلا ايوه اوكي كان لقيت خلاص عود ارجع ولا لقيت ما شاء الله تبارك الله ارحب يا ابي افلحت ادور ان كان لقيت يا جماعه الجوله الجوله بالله عليكم الله يسعدكم الجوله لا تروح سعيد ناخذ على الصدام جوله واحده ترى دوبي فتحت اول جوله معك خاف الله خلاص جولتين جولتين تبي جولتين عادي ميو جولتين والله ما عندي مستعد دوبي اول قصه تدرين كم لي من يوم فتحت لي أيوه. 3 دقائق خاف الله فيه على طول خذوه فقول له غطوا بك للزيت ان شاء الله والله اكبر الله اكبر نسينا بالله بالله عليكم افتح الدبل والله كنت افتح وعلى طول اطلب اقسم بالله يلخني بسكورات ويحكم احكام خلني ساكته بس ما نسيت هذاك سعيد اسمع 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 بعدين انت ليش لابسه القميوت ابو حنش الدبل يا جماعه الدبل جاوتي ما هي شايفتني شيء هاي سعيد ها قول الله يعطيك العافية فوق تعبك يا مروحة انفخوها لي في الدبل عليكم وجه الله كيف كذا انفخوها لي في الدبل نايف لبى كبدك لبى ورودك يا عضيد الله يجعلني معدمك وارحب يا ابو عبد العزيز لبى كبدك الحكم الاول احنا قلنا من جولة واحدة صح لا كذاب قلنا جولتين لا تكذب تخسين وتعقبين تخسأ انت وارحب يا ابو عبد العزيز تكاسيك اسمعي لا ترفعين صوتك علي لا تقعدين تنفصلين للطم جنب وجهك الحين هاش ربي الله يجعلها تغذيبك الا نعم تغذيبك ان شاء الله انت يلا و صباح النور هلا والله يا نايف الأول. لا تستعجل لا تستعجل تاخذين ذيك السكينه الداهيه جوله واحده جوله واحده ارعب لب ابوك يا قطر اسمع اسمع سعيد شقولك يا عبيدي جوله واحده جوله واحده وكل شيء مسموح حلو لا بدون جرحفه كيف بدون جحفه لا لا تجلحفي لان ترى عندي داعمين عندك داعمين اصعقوا في العريفه من اول شيء فكينا من الاخلخوه يا جماعه ابغى الجوله الله يسعدكم شدوا الجوله 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 ابو حنش حيك 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 ابو حنش يا عيال حيك القم خلط 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 الله لا يعطيك العافيه فوق تعبك انت صديق جوله واحده صح قفاز يا عيال خابت ام الضعيف قفاز قفاز يا رب ربي قفاز يا رب ما يعرف مين عندي قفاز يا عيال دخيل امكم ارعب يا قطر لبى ابوك لبى ابوك يا عضيدي والله اللي مرحبا يا جماعه شدوا شدوا قفاز قفاز اللي عنده قفاز ارميه حيك يا صاطي حيك تكفون تكفون حيك يا عضيدي تكفون تكفون ابو حنش حيك حيك ابو يا عيال يا ابو حنش ابو حنش ابو حنش حيك 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 حيك
عينك لبس قورك لبس قورك حي عينك حي حي عينك حي التكبيس يا عيال التكبيس يفرق حي عينك المخفي يا جماعة آخر الثواني آخر الثواني لا تروح الجولة لا تروح وارحب لبابوك لبابوك لا سيادة في وجود القيادة لا سيادة في وجود القيادة يا ريب ريلاكس بردي رشي رشي موية حوالينك والله تبرد عليك الأرض إن شاء الله الحكم الأول لا 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 جحفلة 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 ولا برم أنا ما جحفت أنا عدلت السكور أنا متقدم عليك من أول ما أنت متقدم تقدم يلا قبل ريم ريم والله العظيم جحفلة اسمعي يا ريم 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 قولي لا إله إلا الله قولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا كنت 86,000 وأنت 83,000 كيف أجلحف نفسي وأنا متقدم عليك عليك وجه الله علي كلها جحفلة والله العظيم يا لا والله أنا متقدم كيف أجلحف نفسي يا بني عليك والله العظيم إنها جحفلة أقسم بالله الحكم الأول الله يرحم والديك تخربين اللعب عليك وجه أسمع الله. أسمع سعيد سعيد أسمع خاف الله ورب كعبة خاف الله والله أنا متقدم والله العظيم إنها جحفلة قسما بجلال الله والله العظيم إن ما طلعتوا من البداية يا سيد يا بنت أنا متقدم علميني اشرحي لي كيف أجلحف نفسي يا بنت يا أخي أبوح أناش والله العظيم جحفلة ترى طب اسمع الحكم الأول الحكم الأول تجيبين أكبر سكينة عندك تبغى لي سكينة داهية وتفقعين القبوع ذي فوق راسك تشقين نصي هذا الحكم الأول الحكم الثاني احنا متقدمين يا سعيد متقدمين والله العظيم انك تخسرين تعقبي يا سعيد يا اخي ادخل جوله ثانيه ترى دائما نلعب جولتين ايش فيك بس احنا اتفقنا يعني على جوله واحده والله العظيم انا قلت لك انا من انت من اول قلت لي جوله قلت لك جولتين قلت لي جحفله ما جحفله لو خليتها جولتين من اول كان احسن زي نظامنا والله العظيم انها جحفله يا اخي ادخل جوله استغفر الله العظيم والله جحفله والله يا جماعه ترى كانت جحفله جحفله من الطرفين يعني اسمع 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 خذ العلم اللي يجمد على الشارب علي الطلاق طلاق ها لا كان عيد معك 10 جولات انها في الجيب ولا برم لا تحلف القمي كتم يا وسخه القمي كتم قبل ما ابدا ولا برم خابت ام الضعيف كبسوا يا الله يجعلني معدمكم كبسوا يا عيال انت جلحفت ما جلحفت بنقعد الليل كله واحنا ندو خلاص اختصر الوقت 5 دقائق ادق وجهها زي ما دقيت قبيله ادق وجهها واروح واخليها تقعد للجد نروح اجيب السماعه شدوا يا عيال شدوا مع قطر بالله هيا الله يلعنك يا ذا النت
ترى الله يعزك ولا يعز عليك، اقسم بالله يا طرق. تكفون مع بعض يا جماعة، والله مع بعض تقدرون بليز. تكفون الله يعزك ولا يعز عليك يا قطر. رقم شكرا حبايبي، بالله قطر الثاني ما قصرتوا، الله يعزكم. رقم 3 مكبسين. رقم 4 مكبسين ومشيرين، حبة عظيمة لحب السعد. الحكم الأول يا ريم، تفضل. تفقعين القبوع هذا اللي قدامك اللي فوق راسك، تاخذينه بأكبر بأكبر سكينة. أيوة، هم تفقعين القبوع كي تغزين السكينة وسطه. لا ما خرب ملابسي، مع نفسك. الحكم الثاني، أيوة، تقفلين بثك الآن وتجين تدعميني بأسد ولا برم. أص يا سعيد خلاص أخذتها حلا صح. الحكم الثاني، تكسرين فلفل لأني وافقت على طول، عرفت. الحكم الثاني، تكسرين فلفل وتحمرين برطة مجولة كان. والله ما عندي، والله ما عندي، والله ما هو شغلي. تمضمضين شطة، والله ما عندي شطة، أنا ما أكل هذه الأشياء أصلا. وش عندك في البيت؟ وش عندك في البيت؟ وش ايش رايك نوديك المطبخ؟ والله ماشي، هيا قومي هيا يطلع مع نفسك. طيب اسمعي، والله والله حق الداعمين يعني. لا والله دخيل، اكيد اكيد اكيد. تم تم. الحكم الاول، تقطعين السماعه تحت الميكروفون. حلو. الحكم الثاني، معجون تحت على الزغد كامل. ايوه الله يقلع زغدك. الحكم الثالث، ثلاثة علب مويه تصبينها فوق راسك. خلاص بحط معجون على زهودي. يلا القم القم انت. اعطيك حكم رابع. ايوه، تعرفين الهرده؟ وش الهرده؟ الهرده وش اسمها يا عيال؟ الهرده باللغه العربيه وش اسمها؟ الهرده باللغه العربيه يا اخوان، كركم. كركم، تعرفين كركم؟ اشغلتينا انت يا بنت، الله يشغلك. ريم ها، غطي غطي الاغاني بالله. طيب طيب ها، الكركم تعرفينه؟ ايوه، تحطين شويه كركم في الهرده. هرد 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 نسميه، مو هرده ولا برم. شويه أيوة. هرده في يدك وشويه مويه وتغسلين وجهك. ليه ان شاء الله خرب وجهي عشان سكورك خير؟ 120,000. الله اكبر. واذا 120,000 حكم؟ يلا دقيقه، نسيت نحط راج. وش تبغين بالحمره وانت الحين بتنفذين معجون؟ لازم احط راج. شبك يلا يلا بسم الله. الله يقلعك. القمي اشوف اشوف المعجون اول شيء. دي ما هو معجون، دي ديها الا والله انا معجون حار. تخيل، ليته هشك، ليته هشك. القمي هذا معجون حق الاغنياء يا عيال، اللي كل يوم يجيهم 20-35 اسد، هذا كذي معجونه يجي حق هذا المعجون حق الطبقه المخمليه يا عيال. ها هو دي ذي، تروح اصيدي تلقاه ب 200 ب 250. لا لا ما هو غالي، بس مو 200 خير. شو لو كان او انا حليل قلبي ما اعرف الا سجنال ذاك يا ابو 7 ريال ما بقى. زين زين ما عليه، كلها اهم شيء. ليه سعيد تحكمني معجون في وجهي ليه؟ والله انت علمناك من اول الزمان، قلنا لك دوبي فتح. انا ما اعطيك، انا ما اعطيك احكام زي كذا. ها ها، ايش اسوي بعمري الحين؟ ها ها، هيا نفتي، روح جيبي مستوى وكفيل غارم وتعالي. كفيل لازم يجي داعم يكفلك، يقول لي يا سعيد انا بفوزها عليك، ذيك الساعه نلعب معك جول. ادخل ادخل لبدايه الساعه، ادخل جول. ادخل والله ادخل ادخل بدايه الساعه، والله ما عندي مشكله. جوله واحده بدون جلحفه، جلحفه بجولتين يا اخي. خلها جوله مسموح كل شيء، خلاص خلاص جوله مسموح كل شيء. انا ما عاد اشوف اصلا. حسبي الله احسن عليك. ليت هشكر ليت هشكر الا القمي. والله لو جاتني حساسيه اني ما اسامحك. والله لا كان يظل وجهي كله قيح، تعرفين القيح؟ الله يقرفك. والله لا كان وجهك يظل كله قيح، ما علي منك. شو لا على وجهي ولا كلمه، انت اللي اخترتي الحكم وانت اللي نفذتي، انا ما جبرتك. لان احكامك كلها ما هي مشكلتي،
أنا أعطيتك ثلاثة أحكام وخيرتك بينها. خلي ليت هشكل بكرة ولا عيونك ويجيب كلها خراري. حي عينك يا إيش؟ تعرفين الخراري ولا المخملية ما فيهم خراري؟ ديساستر. أنا هرش كان. حي عينك والله يا جماعة ما يصير والله ما يصير. خلاص آخر جولة هذه بداية ساعة وتكفون بحكم عليه. يعني حي عينك والله حي عينك بالله تتوقع الله يجعلني اسمع اسمع الله يجعلني في الدواء ايوه كل من جاء تتفدى كل من ابوه عنش مالك شغل كل من جاء تفدى هذا ها النقنق عليك النقنق عليك كل من جاء تفدت كل قالت انا الله يجعلني فداء الله يجعلني قبلك قلبها لحمه قلبها لحمه اسكت 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 لا اسمع حسك ولا صوتك اسكت طمي ولا برم برم انت والله شكرا والله خليك تعودي اندجاجه الحين الضمان نزل نزل ايوه نزل نزل الضمان يا عوي الديب ارحب السعد ارحب ايش نعمه يا حمدان ايش نعمه يا حمدان انا ما صرت اشوف عليها طلاق شي معجون التربل يا جماعه التربل ابغاها جوله الجوله ابيها هاتوه هاتوه هلا السعد ارحب طيب طيب يا جمهور ابشروا ابشروا ابشر شغلتها شغلتها يا جمهور ابشروا سما سما واحنا سما يوم الملاقى ما نلين على اذنها يا عيال دخيلكم انضخوها سما سما واحنا سما يوم الملاقى ما نلين ليش ليش التصعيد هذا ليش التصعيد هذا اللي تحدى انا خسر ويا كم واحد ينكسر واللي علينا ما قدر يصوت على الخط اليمين خطر خطر واحنا خطر واللي تحدى ليش التصعيد هذا ليش ليش حبيبي ليش نموت البحر وتلا لنا عزة تفوح نموت واحنا في الامام هذه ولا فيها كلام واللي سولف الظلام الصبح كل مفي بين صعب صعب نهوى الصعب ولا السهل حق السهل واللي تحدانا تعب والريح ما هزت جبل للطيب احنا طيبين وقت القزاح انقاسين واللي تعب من فضلكم يصفط على الخطان افرحان ترى الله يبارك فيها وقت القساح القاسين واللي تعب من فضلكم يا صوت على الخط اليمين سما واحنا سما يوم الملاقى ما نلين فينا من العز الدمع في كل وقت جاهزين خطر خطر فدا يا عيال نغم نغب وعبير ورقم ثلاثة خالد الزهراني جيش المكبسين المشيرين الله يجعلني معدمكم فدا وحي دخولك الله يسعدك ما قصرت مخفين ولا تزعل العمل الصعبة شكرا 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 عندك قفاز
حافظة ليه. الله يسعدكم والله ما قصرتوا. ايش فيه؟ يلا ها الجول الثاني. الجول الثاني انا حل عقب بس نسى ولا برم ولا برم يقول انت قبيلة قلتيها من جولتين، انت قلتيها قبيلة بلسانك. لا لا قلنا جحفلة. لا ما والله ما قصرت. لا والله انت قلتيها في مخفي. حب كبير لكم. لا لا جولة جولة يا سعيد جولة. هات احكام جولة. الله يسعدك. دقيقة بروح اغسل وجهي. حركت وجهي دقيقة. فدا فدا يا عيال فدا فدا والله يا جاه سكور ما شاء الله تبارك الله. والله الواحد يستحي يشرب. ربك على شيل عمى يا حبدا. اي أيوة ورب البيت شيل عمى. لا يا عيال قبل شوي لعبنا جولتين لانها لانها جلحفه العباجي. ما عيني يطلع والله ما طلع. تقعد كفى حظ ضمان. ها هو ذنب الجوهرة قطع الله روحي عن الجوهرة. ها يما ها يما ها يما. أمي اسمعي اسمعي أمي صحيت من النوم. أبا أروح أبرها وأجد عودي. سعيد خذي حصانة. ما أخذ ولا حصانة ولا أبغى حصانة. أمي تدعي أقول بحكم عليك نفس الحكم. الحكم الأول معجون على زغودك. الحكم الثاني تجي وتنزل لي أسدين. منين الله يجعلني قبلك؟ منين؟ لا والله عندك. الثالث أقولك شيء اكفح الضمان. الحكم الثالث كفح دمك ان شاء الله. هو كله 450. وين غضيبه؟ اي نعم. حسبي الله عليك والله ان احرقت وجهي. والله ما سامحك والله. ايش الاخلاخ يا ولد؟ الحكم الثالث تجيب لي أباك تطلب. لا لا أيوة يا قلب تطلب لي سمع. تطلب لي سماعتين من جرير. ما 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 أطلب لك سماعات لكن ما هي ما عليك مني إن شاء الله. لا والله من جرير غيرها ما أبي. أغير لك الحكم. تبغى تختلص السماعات ذكاء إجابتها لي. الله لا يعطيك العافية. يمكن كل شغلة صبر ما أنا قلت لك هاي صبر. إي والله خلاص هذا اللي قاعد يصير. تعوذي من الشيطان. خلنا ناخذ لك سماعتين ورب الكعبة فنانات من الصيني بكره من جرير. في عروض عندك؟ اجيبها لك من الصيني. لينس مي والله جد عندكم عروض. اسمعي يا اقول انا هرج انا. لا لا سعيد لا والله ما تجيب لي سماعات صينيه معليش. ورب الكعبة انها تحرم عليك السماعات. ها بيحط معجون احسن. خليه يحط معجون. والله انحرق وجهي اقسم بالله. انا ما نفذ على وجهي اصلا. اي اي طلبني من جرير وهو لا هو مسكين. من اللي الله يسلمك يا عيوني. ممكن المعجون حار. ايوه ايوه هذا 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 زفت حار ما عندي غيره. ليت عم فضلكم يصفط على الخط اليمين. بنلخلخك ترى. العب يا بتاع على الله سبحانه وتعالى. شوفي هذا نلعب. المعجون هذا المعجون اللي لقيته في الفندق. شوفي. لا 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 والله ماشي الا هذا قسما بالله. طيب ما بيكفي على وجهك يا سعيد. طب خلاص غير حكم. والله اني كثرت. والله الذي لا يعبد بحق الا هو. انما الغرفه اللي انا فيها ما فيها الا ذي ورب المصحف. هاتوا مني بالله. خلاص تعال نزل يا سدان. لا ما نفذ احكام الدعمانه. الدعم محبه ما هو غصبه. ها وليش تقول لي انت رضيتي اول الزمان ما غصبتوك انا. لا وخلتني اقفل وقتها وخلتني
شوف ما ترضى وما ترضى يعني ما ترضى على نفسك ترضى. طب سألتني حكم ثاني يا ريم ما يسعد قلبك. طيب إيش خلاص أسد. منين 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 منين؟ هيا اغطشي يا وجه الله أعطينا حكم ضاع حلا. إيش أعطيه حكم يا جماعة؟ أنشدي أطلب معجون. أسمع يمكن يقول سامح يا أبو حمد. لا لا ما في سماح ما في. ما في وانت انك شدي الرجال انت شدي الرجال ايوه ايوه لا لا الرجال ما دعني الا عشان حطيت معجون على وجهي. طيب ما يلا آه آه خلاص هيا اغطشي الحكم اغطشي كل روح اطلب معجون زياده حط واحد هذا واحد هنا والثاني هنا اما تحط لي نقطه وتضحك علي لا خلاص اطرمي اطرمي. طيب لا لا حكم اضطرت خلاص لا. هلا ماي فريندو يسا معجون اسنان شو له ليه معجون معجون اسنان هذا كذا يقول هذاك حس ما تشوفه ترى ما تشوفك انا اتكلم عشان تعرف البث غبي والله غبي Arabic speaker will call you back. Yes. Huh? Okay, okay. ولا okay. تقول لك ايوه انجليشي انجليشي good not. يا سعيد. I'm sorry sir. انجليشي good not. سعيد. تقول لك اللي يتكلم عربي شويه بيدق عليك. هو يدق عليك. طيب طيب ماشي زحمه اوكي. اوكي اوكي. الله يلقيك خير. اشغلتنا اشغلتنا يا اخي ايش عندك في هذا؟ اقطع السماعه. والله ما معي الله يخاف الله فيه ابا احط لك من المعجون ذاك اسمعي ابا احط من المعجون ذاك ولا من الدق الرجالي انا بحب لك واحد اثنين ماشي زحم ولا اخذ حصانتين لا وانت تعرفين يا ريم والله لو ينزل لك 6 مليون حصانت انا مستحيل اعطيك خلاص يلا صعب تقتل اللعب والله نفذ ما معي الا هذا طيب اسويه طيب لك يا اخي ايش اسوي لك طيب طيب عيد الاحكام علي خلينا نشوف ابسطها ايش طب اصبري بالله خلنا اقوم اشوف ايش ايش طب ايوه دق ما انا معاك هنا ما راح اطلع الو كيف حالك يا شيخ تمام ابغالي معجون اسنان الله يسعدك تمام ابغالي معجون اسنان الله يسعدك حقتني الله يسعد العشاء حقي وين هو ما حد جاب لك العشاء لا والله ما حد جاء والله صح والله ما حد جاب لي دخيلك اصعق في الرجال تبرنا عليهم دايق لك اليوم ها هيا طيب اسمعي خليني اقوم اشوف يا سعيد ترى ما انت في الباحه ترى ما انت في الباحه استغفر الله استغفر الله يا ربي استغفر الله استغفر الله ايش فيك استغفر الله لقيت فرشه ثانيه وفيها معجون وحلفت ان ما في غيره والله ما ريتها قسما بالله يلا ابغى واحد هنا كامل وهنا كيف ينفك اشوف يلا ايوه ترى حار اللي يجي في الفنادق والله كثير والله كثير اثنين والله كثير شوفك قد ايش والله مو كثير اقسم وجهك اكبر من وجهي ترى ورب البيت اقول لك شيء اقسم بالله اني مليان بالقوه طلع من وجهي عبيت في وجهي ايوه يا سلام حار اشوف يا سلام اقسم بالله كثير ترى والله واحد كثير ورب الكعبة انا احس بماله شوي لا والله مو كثير والله اللي حطيته انا كثير صراحه ايوه انت تجلد بالاحكام واذا جات عندك الاحكام سويت انك شوفي انا 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 في فندق يعني قدر اني انا في فندق ترى ماني في البيت خلاص اجل اعطيني احكام نفس الاحكام اللي بتنفذها وانت في الفندق خلاص ولا اعطيتك معجون يا جماعة تكبيس تكبيس والله يا أخي أقسم بالله أنكم أقسم ألقمي كتم بس أنت وأغانيك المروحة
اوكي ويلكم. احمد الله يعزك يا احمد، والله ما قصرت، الله يعزك ولا يعز عليك يا احمد. احمد ريم مطيري حسان رقم 4 رقم 5 المكبسين المشيرين، الله يجعلني معدمكم. ثانك يو شكسبير، ما قصرت اقسم بالله، حيد العين الله يسعدك احمد من زود يا بعد عيني، الله يسعدك يا رب. شكرا 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 شكرا، فدا فدا يا عيال، الله يجعلني معدمكم، والله وافين وافين، الله يجعلني معدمكم. الاحكام ما ودك تمسح المعجون ولا هات الاحكام بسرعه، كان مره واحده اقوم اغسل اشوف اكلك. بس ده وشنه وش بس هذه بيتزا بيتزا بالصراصير مدري بايش شنو ذي يو طالبه بالمحار والله مدري شنو ذي. كيف انت تحب المحار ولا لا؟ والله مدري قلت لها ما بيعجبك. لا حرام أكل، لا بنكد عليه اليوم. سعيد الحكم الأول تنزل لي أسدين، الحكم الثاني أخذ منك حصانتين، الحكم الثالث تقفل بثك وتجي، لا مو تقفل بثك، ما راح تغير صورتك أعرفك. غيري غيري أحكام الدعم هذه تشطب، أنا ما أنفذ أحكام دعم ولا أنفذ إيش اسمها. تجيب لي سماعتين من جرير. طيب الحكم الأول غيري حكم الدعم غيري. لا لا ما حسوي شيء في الأكل، كنت بخليه بس يزود ملح ويأكل بس. لا لا خلاص إيش أغير إيش؟ عيد الأحكام مرة ثانية. أسدين يشطب، ما نفذ أحكام دعم لأنك أنا ما نفذ أحكام دعم يا ريم، تعرفين أنت. أجل خلاص تقفل الآن وتجي تسجن، تقفل عندي الدبل. طيب ممتاز ممتاز. خمس جولات. الثاني الحكم الثاني ايش قلنا؟ الثاني تقطع السماعة، الحكم الثالث تجيب لي سماعتين من جرير، سماعتين أبل من جرير. افتح حجال يما. لا لا ما راح افتح. سعيد قل لي اخر جولة تعال. ما أدخل صح خلاص، والله ما يخليني، والله ما أدخل. No way no way no way. مستحيل. ربعي ما... ربعي راحوا، ربعي ربعي أنتم موجودين؟ لا 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 والله والله ما أتحمل أي شيء الحين يحكم علي بعد ما بنحاول. أفتح حجالة. لا لا سعيد بطلع والله بقفل بقفل. افتح حجالة واحدة بس سعيد بقفل والله. والله ما عندي احد، افتحي يا بنت حلال. وقسما بالله بقفل. جولة واحدة خمس دقائق افتحي. سعيد بقفل انا بقفل، ما ابي ما ابي ادخل جولة، ما عندي احد خلاص ما